يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون متى متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين يحمل على اكتافه الاما ثقيله انا وانت من جمله اسبابها الكوفه بانتظارك يا امام وصلاتنا وحقي تراب قدميك بلا طهور ولا صلاه الا بطهور نحن نتوضا ونصلي ولكن من دون نظره عينيك فصلاتنا بلا طهور وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور يا نور الانوار يا سر الاسرار متى الاشراق من عقل مفتاق من قلب مشتاق ولسان تتدفق منه الاشواق سلام عليك سلام عليك سلام عليك وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها اسئله اجوبه صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه الحلقه الثلاثمائه ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم أعني مراجع النجف وكربلاء مراجع حوزة الطوسي ضحكوا علينا فيما مضى على اجيالنا السابقه ولا زالوا يضحكون علينا على اجيالنا اللاحقه ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكه لهم ولابنائهم واصهارهم واحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم و و و, و الخلاصة في أيامنا هذه. بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد. ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن آوى ابن الكرام. حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد أخبرونا حتى أقرفونا حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد عن نضاله السلبي أيام الكفاح لكنهم نسوا أي يخبرونا عن شهادته المزورة، وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة، وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة، لم يخبرونا عن جهله المضحك، عن ثقافته المبعثره، وعن فساده وفساد اولاده واصهاره وكل اسرته الموقره. انه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد. إنه, إنه مقرف مقزز هذا الحج, الحج المجاهد, المجاهد لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهرا كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاد لا يحسن شيئا نفعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهره كل ما عنده تجهم وجه وله كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق, ونفاق سياسة وعقل مسخرة وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة انتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة من مراجع حوزة الطوسي في النجاة وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخره وما ذاك بمستغرب فاسوته العليا شيخ تحفه انتيكه من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبره إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول يحكم الجهل فيها عرضا وطول إنه واقعنا الأخبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة لا صوت يعلو, يعلو فوق, فوق صوت, صوت المقبرة مقبرة مقبرة مقبرة, مقبره. دينها, دينها ونحر حسين, حسين مناقض بالتمام, بالتمام والكمال, والكمال لدين حيدر إنه, إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارة قطب وأشباهه وبعض الثرثرة هذا هو دينه إنه نمام من سفاهات النواصب وقذارة قطب وأشباهه وبعض الثرثرة لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة إنها, إنها مقبرة العقول، وحيث تعبد, تعبد العجول، ولا صوت فيها, فيها الخوار إن الخوار إن ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار، ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود هكذا عبدناه مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول هكذا هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولاً بعدها تأتي عجول وورثناها سفيهاً عن حمار عن جوي رواية عالية الإسناد هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولاً بعدها تأتي عجول وورثناها سفيها عن حمار عن جهول ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول واستمت بكل ما اوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول واستمعت بكل ما أوت دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول قد أبعدونا قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول قد أبعدونا قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول قد أبعدونا قد أبعدونا عن ضيعونا ضيعونا وضاعوا ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف ضيعونا 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 وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف صدقوني صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف ضيعونا 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 وضاعوا لا عقل ولا راي حصيف يا حمير الارض انا نشكو الى حضراتكم من حمير الطوس ونهج السخيف صدقوني صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة مقبرةٌ, مقبرة 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 إنها مقبرة العقول الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجاة وإلي هذه اللحظة الفاتحة هذا هو الجزء الرابع من عنواننا المتقدم في حلقاتنا الماضيه واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والارجاء الارجاء هو التاخير حدثتكم عن المرجئة او المرجئة وارجائهم وحدثتكم عن المعجلة وتعجيلهم فهذا هو واقعنا الشيعي الذي نتحرك فيه ونعيش في احنائه وانحائه بقي عندنا عنوان ثالث العنوان الثالث المستعجله عندنا المرجئه والمعجله وهناك عنوان ثالث المستعجله فهناك المعجلون وهناك المستعجلون المعجلون هم المسلمون مر الكلام في هذا فارق بين المعجل والمستعجل المعجل من حيث هو ليس هناك من عجله عنده وانما تكليفه ان يعجل في عمله ولا بد ان يكون تعجيله في عمله مستندا الى حكمه مستندا الى تخطيط دقيق او منطقي على الاقل اما المستعجل فهو مستعجل بنفسه هو مستعجل لغاياته ليس معجلا المعجل ينطلق من عقيده من حكمه ينطلق من ارتباط بمشروع امام زمانه وهذا الارتباط ارتباط حقيقي ارتباط صادق ليس هناك من منفعه شخصيه دنيويه المستعجل بخلاف ذلك المستعجل هو الذي يتحرك في الاتجاه الذي يتحرك فيه والهدف عنده منافعه الشخصيه حتى لو كانت في الاتجاه الديني المستعجلون مشكلتهم الجهل وسياتي الكلام تباعا وتتضح الصوره شيئا فشيئا هناك فارق بين التعجيل والاستعجال التعجيل هو شان المعجلين شان المعجله والاستعجال هو شان المستعجلين شان المستعجله التعجيل تفعيل والاستعجال استفعال وفارق بين التفعيل والاستفعال التفعيل عمل واقعي مخطط له وهو في حاله استمرار وتواصل اما الاستفعال انه سعي من المستفعل ان يصل الى ما يريد باي جهد وباي صوره استفعال استنتاج استخراج كالذي يحاول استخراج كنز من الارض بايه طريقه بايه وسيله كالذي يريد ان يستنتج نتيجه من بحث اكان البحث علميا ام كان البحث اثاريا في الارض ام كان ام كان فارق بين التفعيل والاستفعال انه تعجيل يستند الى حكمه وهذا استعجال يستند الى عجله فيها الندامه في العجلة الندامة وفي التاني السلامة التعجيل مساره مسار التاني المعجل هو الذي يعجل في عمله وفقا للحكمه ووفقا للظروف المؤاتيه بخلاف المستعجل إنه يتحرك بسرعة من دون حكمة ومن دون مراعاة الظروف المؤاتية يريد أن يحقق غايته التي هي غاية نفسية وشخصية تتعلق بشؤونه الشخصية فارق كبير بين الاثنين. نلقي نظرة سريعة على بعض من أحاديثهم الشريفة، الكتاب الذي بين يدي غيبة النعماني لشيخنا النعماني المتوفى سنة 300 أو ستين للهجرة هذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة مئتين وثلاثة الحديث الخامس بسنده عن أبي المرهف قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه هلكت المحاضير قال قلت وما المحاضير قال المستعجلون ونجا المقربون هؤلاء هم المعجلون هؤلاء هم المسلمون لأمر إمامهم وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج الذين يسلمون لامر امام زمانهم هؤلاء هم المقربون وهم اصحاب منهج التعجيل امامنا الصادق يقول هلكت المحاضير ابو المرهف يسال الامام الصادق صلوات الله عليه وما المحاضير قال المستعجلون المحاضير في اصلها في اللغه هي جمع لمحضار والمحضار هو الحصان الفرس حينما يكون مسرعا من الحضر فالحضر سرعه حركه الفرس الامام يصفهم بالخيول المسرعه هلكت المحاضير وانما استعمل الامام هذا الوصف يريد ان يشير الى قله عقلهم الى انعدام عقلهم بالاحرى الى تفشي الجهل فيهم هؤلاء هم المحاضير هلكت المحاضير قلت وما المحاضير ابو المرهف يسال الامامه الصادقه الامام يجيب المستعجلون ونجى المقربون انهم المعجلون فارق كبير بين المستعجلين والمعجلين المستعجلون هالكون ونجا المقربون وثبت الحصن على اوتادها كونوا احلاس بيوتكم فان الغبره على من اثارها وإنهم الحديث عن أعدائكم وإنهم لا يريدونكم بجائحة إلا أتاهم الله بشاغل إلا من تعرض له لا أريد أن أقف عند تفاصيل الرواية الشريفة تفاصيل الرواية تتحدث عن الظروف الخانقه التي كان يعيشها امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اشد الايام مرت على امامنا الصادق ايام العباسيين الا لعنه على العباسيين امامنا الصادق يقول هلكت المحاضير ابو المرهفي يسال الامام وما المحاضير الامام يقول المستعجلون هلك المستعجلون ونجا المقربون وثبت الحصن على اوتادها ثبت الحصن على اوتادها الاوتاد هم المعجلون الذين يتصرفون بحكمه وثبات ما هم بمستعجلين وثبت الحصن على اوتادها ثبت المشروع المهدوي وفقا لحركه هؤلاء لاوتاد المشروع المهدوي قطعا هذا اذا كانوا موجودين انا اتحدث في الجانب النظري انا ابين بنحو اجمالي ما جاء في كلمات امامنا الصادق صلوات الله عليه هلك المستعجلون ونجا المقربون وثبت الحصن على اوتادها كونوا احلاس بيوتكم فان الغبره على من اثارها وانهم لا يريدونكم بجائحه الحديث عن العباسيين الا اتاهم الله بشاغل الا من تعرض لهم الامام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن الظروف الخانقه التي كان يعيشها ايام العباسيين وكانت الشيعه ايضا تعيش نفس تلك الظروف موطن حاجتنا هو ما قاله إمامنا الصادق هلكت المحاضير هلك المستعجلون ونجا المقربون صفحة 204 الحديث الثامن بسنده عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه يوما وعنده مهزم الاسد فقال جعلني الله فداك متى هذا الامر الذي تنتظرونه فقد طال علينا انه يسال عن فرج للشيعه بفرج محمد وال محمد فقال يا مهزم كذب المتمنون المتمنون هم الذين يريدون ان يحققوا شيئا وفقا لما هم يريدون هذه المشكله موجوده على طول تاريخ الغيبة ابتداء من الغيبة الصغرى واستمرارا مع الغيبة الكبرى هناك المتمنون الذين يريدون ان يحققوا ما يصبونهم اليه ولكن تحت هذه اليافطة تحت اليافطة المهدوية يا مهزم كذب المتمنون المتمنون هم الذين لا يعملون وفقا لبرنامج امام زمانهم وانما بحسب رغباتهم بحسب ما يتخيلون ان يكونوا عليه هؤلاء هم المتمنون وهم صنف من المستعجلين يا مهزم كذب المتمنون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون المسلمون هم الذين سلموا لأمر إمام زمانهم وهم المعجلون وأكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج هؤلاء هم المعجلون هم المسلمون لامر امام زمانهم يا مهزم كذب المتمنون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون والينا يصيرون عاقبه امرهم الينا معنا والينا يصيرون شعار المسلمين ما هو؟ فمعكم معكم لا مع غيركم. هؤلاء هم المسلمون والينا يصيرون. الحديث العاشر صفحة 205 عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هلك أصحاب المحاضير الإمام عبر بهذا التعبير هلك أصحاب المحاضير أصحاب الخيول السريعة هلك أصحاب المحاضير ونجا المقربون وثبت الحصن على أوتادها إن بعد الغم فتحا عجيبا ان بعد الغم بعد غم الغيبتين الغيبه الاولى والغيبه الثانيه ان بعد الغم فتحا عجيبا هلك اصحاب المحاضير ونجا المقربون اصحاب المحاضير هم المستعجلون المستعجلون يمكننا ان نصنفهم الى مجموعتين بنحو اجمالي المجموعه الاولى المدعون اصحاب الادعاءات المدعون الصنف الاول من اصناف المستعجلين والمدعون في الوسط الشيعي على نوعين هناك مدعو المقامات الذين يدعون المقامات لانفسهم او يدعون المقامات لغيرهم وهناك مدعو التمهيد مدعو المقامات كالذي يدعي انه الامام المهدي كالذي يدعي انه اليماني وهكذا الذين يدعون المقامات ويدخل تحت هذا العنوان الذين يدعون النيابه الخاصه وكذلك الذين يدعون النيابه العامه وما هم بأهل لها قطعا العلماء يمثلون الائمه بدرجه من الدرجات فالعلماء ورثه الانبياء العلماء ورثه الائمه صلوات الله عليهم فهم يمثلون الائمه بدرجه من الدرجات من جهه انهم رواه حديث ينقلون حديثهم يبثون علمهم بدرجه من الدرجات فياتي مراجع حوزة الطوسي يدعون النيابة العامة قد تصدق النيابة العامة في حق بعض رواة الحديث ربما من جهة أنهم ناقلون لحديث العترة الطاهرة انهم ناقلون لعلم العتره الطاهره اما ان يدعي مراجع حوزه الطوسي وهم شوافع وهم اشاعره وهم معتزله انهم نواب لصاحب الزمان فهذا ادعاء كاذب مدعوا المقامات الذين يدعون انهم نواب خاصون وكذلك الذين يدعون انهم نواب عامون وما هم باهل لتلك النيابه العام النيابه الخاصه انتهت بانتهاء الغيبه الاولى انتهت بموت السفير الرابع بموت علي بن محمد السمري انتهت النيابه الخاصه السفاره الخاصه في زمان الغيبه الكبرى في زمان الغيبه الطويله يمكن ان يصدق هذا المعنى من ان العلماء الذين يحملون علم محمد وأهل محمد من أنهم ينوبون عنهم في نقل هذا العلم إنهم رواة حديث هذا إذا توفرت فيهم المواصفات التي يريدها إمام زماننا يمكن أن يقال عنهم نواب بدرجة من الدرجات مثل ما قالت الأحاديث من انهم ورثه الانبياء فهم ورثه محمد وال محمد في جهه من الجهات في ناحيه من النواحي يمكن ان يصدق ذلك عليهم اذا توفرت فيهم المواصفات والشرائط التي يريدها امام زماننا بالنسبه لي لا ارى احدا يتصف بهذه المواصفات بحدود معلوماتي وبحدود خبرتي لا اعرف احدا في العالم الشيعي لا اعرف هذا عن نفسي ولا اعرف هذا عن غيري من انه متصف بالاوصاف التي يريدها امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الاوصاف موجوده في الروايات الشريفه ولا تنطبق على احد منا في واقعنا الشيعي هذه هي الحقيقه من الاخر انا لا اريد ان اقول من انه لا يوجد اصلا اتحدث عن مدى معلوماتي وخبرتي فعدم وجداني لشخصية تحمل هذه المواصفات لا يدل على عدم الوجود انما اتحدث بحدود اطلاعي المحدود اذا عندنا مرجئون ومر الكلام عنهم وساعود اليهم ايضا كي ارسم صورتهم في واقعنا اليوم من هم هؤلاء المرجئون عندنا المرجئون وعندنا المعجلون وعندنا المستعجلون المرجئون هم اعداء صاحب الزمان في الوسط الشيعي انهم مراجع حوزة النجف وكربلاء. الإمام حدثنا عنهم من انهم نبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون حينما نأتي وندقق في كتبهم وندقق في سيرتهم وندقق في فتاواهم نجد ان هذا الوصف الذي ذكره امام زماننا عنهم ينطبق عليهم جميعا بدرجه كامله فهؤلاء هم اعداء صاحب الزمان لان الائمه اخبرونا من ان نواصب سقيفه بني ساعده هم اعداء الشيعه اما مقصره الشيعه مرجئة الشيعة فهم اعداء العترة صلوات الله عليها وهؤلاء هم مرجئة الشيعة هؤلاء هم مقصرة الشيعة اتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء لا استثني احدا منهم الا اذا ثبت بالادلة ان احدا منهم لا يتصف بهذه الأوصاف هؤلاء المرجئون أما المعجلون فهم المسلمون المجموعة الثالثة المستعجلون إنهم المحاضير وهلكت المحاضير هلك المستعجلون المجموعة الأولى المدعون من المستعجلين مدعو المقامات من يدعي انه الامام المهدي من يدعي انه رسول من الامام المهدي من انه اليماني الذين يدعون هذه الادعاءات الذين يدعون النيابه الخاصه السفاره الخاصه وهذه السفاره انتهت بانتهاء الغيبه الاولى الذين يدعون النيابه العامه يمكن كما قلت لكم ان تصدق النيابه العامه بدرجه من الدرجات مثلما يوصف العلماء من انهم ورثه الانبياء وهم ورثه الائمه صلوات الله عليهم هم ورثه الانبياء لان الانبياء اخذوا العلم من محمد وال محمد والعلماء علماء الشيعه هم جزء من منظومة نقل علم محمد وال محمد جزء من منظومة بث علم محمد وال محمد من هنا قد ينطبق عليهم هذا الوصف لكننا في الواقع الشيعي لا نجد احدا يتصف بهذا الوصف الذين يوصفون بهذا الوصف ان كان هذا الوصف من عند انفسهم او من قبل الشيعه وهم يقبلون به هؤلاء كذابون دجالون مدعون المستعجلون المجموعه الاولى المدعون المجموعه الثانيه الموقتون الذين يصنعون برنامجا يتحدثون من خلاله لا اتحدث عن برنامج تلفزيوني وانما اتحدث عن برنامج عمل في حياتهم يتحدثون من خلاله ويبينون فيما يدعون من علم عندهم بوقت الظهور استنادا الى منامات الى مكاشفات الى حسابات رقميه الى ادعاءات مختلفه فيحددون وقتا للظهور وحينما ياتي الوقت وليس هناك من ظهور يكذبون على الشيعه من ان بداء قد حدث وهم لا علم لهم لا بحقيقه البداء ولا علم لهم بوقت الظهور ولا علم لهم اصلا باي شيء من العلم الحقيقي كل الذي عندهم هراء في هراء في هراء. من المصدر نفسه صفحة لثمية الحديث الثالث بسنده عن محمد بن مسلم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لمحمد بن مسلم يا محمد من اخبرك عنا توقيتا فلا تهابن ان تكذب فانا لا نوقت لاحد وقتا من اخبرك عنا توقيتا هذا الاخبار ان يقول من انه عثر على روايه عنهم حددت ميقاتا لظهور الامام او انه يحدد وقتا وفقا لمنامات او وفقا لمكاشفات او وفقا لحسابات رقميه ليس لها من اساس علمي متين لنبوءات لصوفي قال هكذا لعرفاني قال هكذا وينسب ذلك إلى أئمتنا الإمام الصادق يقول لمحمد بن مسلم ومحمد هذا فقيه من كبار فقهاء أصحاب الأئمة يقول له يا محمد من أخبرك عنا توقيتا إن كان هذا الإخبار بلسان روايه وحديث او كان بلسان منام واحلام او كان بلسان مكاشفه او القاء في القلوب كما يفعل الصوفيون والعرفانيون او 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 من اخبرك عنا توقيتا فلا تهابن ان تكذبه فإنا لا نوقت لأحد وقتا، هناك أشخاص لا يعلنون التوقيت لكنهم يوحون لنا من أنهم يعرفون الوقت، هؤلاء كذابون كذابون هؤلاء كذابون الإمام يقول: فإنا لا نوقت لأحد وقتا، هؤلاء كذابون هذه احاديث الائمه لا ان يخرج عليكم خارج على الفضائيات او على الانترنت يقول ما يقول وانتم لا تعرفون مصدر قوله وتعتمدون على قوله هذه احاديثهم وهذه كتبهم كتاب غيبه النعماني هذا الكتاب يشتمل على احاديثهم الحقيقيه هذه احاديثهم وكلماتهم ورواياتهم هذا الكتاب بمستوى الكافي يا محمد الكلام من الامام الصادق لمحمد بن مسلم يا محمد من اخبرك عنا توقيتا فلا تهابن ان تكذبه فانا لا نوقت لاحد وقتا لا بحديث وروايه ولا بمنام ولا بمكاشفه ولا باي شيء اخر فانا لا نوقت لاحد وقتا الحديث الرابع الامام يعطينا قاعده وقاعده مهمه جدا إمامنا الصادق يحدثنا والذي ينقل الرواية عبد الله ابن سنان من فقهاء وعلماء أصحاب إمامنا الصادق، الرواية الأولى نقلها لنا محمد بن مسلم وما أدراكم ما محمد هذا وهذه الرواية ايضا عن شخصية مهمة اخرى عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق أبى الله إلا أن يخلف وقت الموقتين الذين يوقتون وقتا فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل توقيتهم هذا توقيتا باطلا من البدايه هذا لا يعني ان زمان الظهور يتغير بحسب توقيت الموقتين وانما الذين يوقتون فهؤلاء لهم بدايات من الخذلان خذلانهم هو الذي قادهم الى هذا. ابى الله الا ان يخلف وقت الموقتين. الحديث الخامس صفحه 301 بسنده عن ابي بكر الحضرمي قال: سمعت ابا عبد الله سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: انا لا نوقت هذا الامر ليس هناك من توقيت الحديث السادس حديث مهم حديث طويل اقرا لكم شيئا من بداياته عن ابي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قلت له جعلت فداك متى خروج القائم؟ فقال يا أبا محمد أبو بصير له كنيتان كنيته الأصل أبو محمد وإنما يكنى بأبي بصير لأنه كان ضريرا الامام يقول يا ابا محمد انا اهل بيت لا نوقت لا نوقت وقد قال محمد صلى الله عليه واله سيد الكائنات وقد قال محمد كذب الوقاتون هذا القانون من رسول الله صلى الله عليه واله. ابو بصير يسال الامام الصادق صلوات الله عليه جعلت فداك متى خروج القائم؟ الامام يجيبه يا ابا محمد يجيب ابا بصير يا ابا محمد انا اهل بيت لا نوقت لا نوقت لهذا الموضوع لخروج القائم وقد قال محمد صلى الله عليه واله كذب الوقاتون يا ابا محمد وانما هكذا تحدثوا عن امام زمانكم اذا اردتم الحديث عن وقت ظهوره هكذا تحدثوا تحدثوا بهذه الطريقه يا ابا محمد إن قدام هذا الأمر خمس علامات أولاهن النداء في شهر رمضان أولاهن ليس زمانا وإنما أولاهن في الأهمية والوضوح لأن العلامة هذه ستكون للجميع والا فان العلامه الاولى زمانا السفياني هذه العلامه لن تكون واضحه للجميع وانما تكون واضحه للشيعه الذين يتابعون هذا الموضوع اولاهن النداء في شهر رمضان وخروج السفياني وخروج الخراساني وقتل النفس الزكية وخسف بالبيداء. إذا أردنا أن نرتب هذه العلامات زمانا خروج السفياني أولا يرافقه خروج الخراساني. النداء في شهر رمضان ثانيا. قتل النفس الزكيه في اواخر ذي الحجه الثالثه خسف بالبيداء سيكون في ايام شهر محرم في الايام الاولى في بدايات ظهور امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في مكه الخسف سيكون في بيداء المدينه والامام تكون حركه ظهوره قد بدات في مكه الحديث طويل الامام يبين لنا ان الاسلوب في الحديث عن زمان الظهور يكون بهذه الطريقه بالحديث عن العلامات وعن العلامات القريبه مثلما حدثتكم في الحلقات المتقدمه في مجموعه حلقات يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول حدثتكم في هذا الموضوع بنفس هذا الاسلوب هذا هو الاسلوب الذي يريد منا امامنا الصادق صلوات الله عليه ان نتحدث به ابو بصير يسال الامام الصادق جعلت فداك متى خروج القائم فقال امامنا الصادق يا ابا محمد انا اهل بيت لا نوقت وقد قال محمد صلى الله عليه واله كذب الوقاتون 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 الذين يحددون وقتا فلا يحدث شيء فيكذبون على اتباعهم يكذبون على الناس من ان البداء قد اخر وقت الظهور من ان الامر الفلاني قد حدث اسرار البداء نحن لا نعلم بها اسرار البداء عند امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نحن لا نعرف اسرار البداء فيحددون وقتا ثانيا هذا هو المراد من الوقاتين الوقات الذي يوقت ويوقت ويوقت يكثر ويعدد في مساله تحديد وقت الظهور الوقات كذابٌ، كذابٌ. أعرفوا هذه الحقائق يا أيها الشيعة. لماذا أنتم مضحكة؟ الذين ينكرون ولادة صاحب الأمر يضحكون عليكم. ويذهب من الشيعة من يذهب معهم. الذين يدعون النيابه العامه كمراجع حوزه النجف وكربلاء يضحكون عليكم وتذهبون معهم الذين يوقتون اوقاتا ويحددون مواعيد لظهور الامام ولا يحدث شيء ويكذبون عليكم ويحددون وقتا اخر ولا يحدث شيء ويكذبون عليكم ايضا تذهبون معهم ما بالكم هكذا ما بالكم مسخره يا ايها الشيعه ما بالكم مضحكه وهذه معارف اهل البيت وهذه ثقافه اهل البيت بين ايديكم لماذا تتركونها؟ وتذهبون وراء هؤلاء الدجالين من مختلف الاصناف. يا ابا محمد انا اهل بيت لا نوقت وقد قال محمد صلى الله عليه واله كذب الوقاتون يا ابا محمد ان قدام هذا الامر خمس علامات اولاهن النداء في شهر رمضان وخروج السفياني وخروج الخراساني وقتل النفس الزكيه وخسف بالبيداء وتستمر الروايه ويستمر الكلام نذهب الى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه واله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة، وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه واليهم تعود. عن ابي خديجه قال: قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو, يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص أو عام قال عام يسمع كل قوم بلسانهم قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم ابليس حتى ينادي في اخر الليل فيشكك الناس رواية أخرى من المصدر نفسه من غيبة النعماني صفحة 305 إنه الحديث الثالث عشر بسنده عن الفضيل بن يسار عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه أقرأ منه ما يرتبط بالموضوع الحديث طويل وبحاجه الى شرح اذا ما قراته ولا اجد وقتا لذلك ساقرا ما يرتبط بحديث الحلقه الفضيل ابن يسار يقول لامامنا الباقر لهذا الامر وقت فماذا قال إمامنا الباقر كذب الوقاتون كذب الوقاتون القضية واضحة واضحة جدا كذب الوقاتون الوقاتون الذين يحددون ميعادا للظهور ولا يتحقق شيء في ذلك الميعاد فيعتذرون بالبداء او بشيء اخر ثم يحددون وقتا اخر وهكذا هذا الامر موجود على طول تاريخ الغيبه الكبرى والى يومنا هذا خلاصه القول المستعجلون هالكون هلك المستعجلون اكانوا من المدعين ام كانوا من الموقتين وفي الحقيقه الموقتون هم ايضا مدعون لانهم يدعون التوقيت ادعاء كاذبا المستعجلون هم اصناف من المدعين اذا اردنا ان نبحث في هذه الاصناف فان الصفه الواضحه فيها الجهل وهذا الجهل يدفعهم لادعاء العلم ويدفعهم للكذب والافتراء في النهاية هؤلاء في أحسن أحوالهم عبر عنهم الأئمة بالنوكة هؤلاء هم النوكة أقرأ عليكم من الكاف الشريف الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 384 إنه باب في الغيبة الحديث السادس والعشرون بسنده عن عبد الله بن عطاء عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه عبد الله بن عطاء يقول للامام الباقر ان شيعتك بالعراق كثيره والله ما في اهل بيتك مثلك فكيف لا تخرج؟ كيف لا تخرج على بني اميه فالامام الباقر كان في زمان بني اميه عبد الله بن عطاء هكذا يقول للباقر صلوات الله عليه ان شيعتك بالعراق كثيرة والله ما في اهل بيتك مثلك فكيف لا تخرج؟ الإمام قال له يا عبد الله ابن عطاء قد اخذت تفرش اذنيك للنوكى أين عقلك أين حكمتك يا عبد الله يا عبد الله بن حطاء قد أخذت تفرش أذنيك للنوكة من هم النوكة النوكة جمع لأنوك من هو الأنوك الأنوك الذي يتصف بالنواكة وما هي النواكة النواكة هي الحماقة النواكة الحماقة أو يقال النوك النوك هو الحمق النوك هو الحمق والنواكة هي الحماقة والأنوك هو الأحمق وجمعه نوك والأنوك والاحمق هو الذي يريد ان ينفع نفسه فيضرها من هنا نهينا عن مصاحبه الاحمق عن مصاحبه الانوك لماذا لان الاحمق يريد ان ينفعك فيضرك وهكذا يعمل مع نفسه يريد ان ينفعها فيضرها لقد ورد التحذير الشديد والاكيد من الائمه صلوات الله عليهم لشيعتهم حذروهم من ان يصاحبوا الاحماق انا اسالكم هل هناك من حماقه أكبر من أن نترك ثقافة العترة وتفسير العترة لقرآنهم ونركض وراء نواصب سقيفة بني ساعدة ما هذا هو الذي فعله مراجع حوزة الطوسي من الأموات ومن الأحياء وحتى من الذين سيأتون يبدو أن القوم سائرون على نفس هذا المنهج الضال يا عبد الله بن عطاء قد اخذت تفرش اذنيك للنوكى اي والله ما انا بصاحبكم فقال له عبد الله ابن عطاء فمن صاحبنا قال انظروا من عمي على الناس ولادته فذاك صاحبكم من تكون ولادته سريه ذاك صاحبكم بالضبط بعكس منهج اولئك الضالين الذين يقولون لأن ولادته سرية نحن لا نصدق بولادته. هؤلاء خذلانهم واضح وضلالهم بين، هذا منطق الأئمة صلوات الله عليهم جعلوا سرية ولادته علامة عليه. يا عبد الله بن عطاء قد اخذت تفرش اذنيك للنوكى اي والله ما انا بصاحبكم قال قلت له فمن صاحبنا؟ قال انظروا من عمي على الناس ولادته فذاك صاحبكم الى اخر الروايه الشريفه المستعجلون هم النوكى هم الحمقى صفتهم الواضحه الجهل صار واضحا لدينا هناك المرجئون وهناك المعجلون وهناك المستعجلون المستعجلون بكل اصنافهم من الذين يدعون المقامات ومن الذين يدعون التمهيد فهناك من الشيعه يدعون التمهيد وينصبون انفسهم متحدثين في شؤون الثقافه المهدويه وهم لا يفقهون شيئا منها وهؤلاء كثيرون على الشبكه العنكبوتيه وعلى الفضائيات أيضا وعلى المنابر الحسينية أيضا لا يفقهون شيئا من الثقافة المهدوية منهم من يؤلف كتبا ومنهم من يعطي لنفسه من أنه أستاذ الخارجي في الثقافه المهدويه وقد جئتكم ببعض الامثله التي تنضح جهلا وغباء وسفاهه وعرضت ما عرضت في حلقات هذا البرنامج وبينت ما بينت من جهلهم وسخفهم وسفههم فهناك الذين يدعون المقامات وهناك الذين يدعون التمهيد وهناك الذين يدعون علمهم بوقت الظهور انهم الوقاتون والجميع كذابون المستعجلون كذابون مدعو المقامات كذابون مدعو التمهيد كذابون ومدعو التوقيت كذابون الجميع كذابون هلك المستعجلون ونجا المسلمون الذين سلموا لامر امام زمانهم هذه خارطه لواقعنا الشيعي من جهه الارتباط بالمشروع المهدوي العظيم الكلام بدا من هذه النقطه من انه يا كميل ما من حركه الا وانت محتاج فيها الى معرفه في حركتنا باتجاه التمهيد لمشروع امام زماننا نحتاج الى معرفه بواقعنا الشيعي الذي نتحرك فيه هناك مساران واضحان مسار التعجيل ومسار الارجاء المستعجلون عنوان قد يتوهم البعض من انهم يسيرون في مسار التعجيل هم لا يسيرون في مسار التعجيل هم يسيرون في مسار الاستعجال فهذا مسار ثالث لكن الحديث الاهم عن المسارين الاولين عن مسار التعجيل وعن مسار الارجاء من هنا جاء عنوان هذه الحلقات واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والارجاء من تفاريع الحديث حدثتكم عن الاستعجال وعن مجموعه المستعجله انها مجموعه هالكه المستعجلون هالكون هالكون والمرجئون ضالون وناصبون المعجلون هم الناجون لأنهم هم المسلمون الذين سلموا لأمر إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك فقلت وما استداره الفلك فقال اختلاف الشيعه بينهم وعن جابر الجعفي عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفه والحيره قتلاهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن, وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه, وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما, ولما تكثر القتلى, القتلى بين, بين الحيره, الحيرة والكوفة, والكوفه تبين لنا من خلال البيانات المتقدمه من هم المرجئون ومن هم المعجلون ومن هم المستعجلون البيانات المتقدمه عرفت هذه المجموعات وتحدثت عن جانب من مواصفاتهم عن جانب من مختصاتهم التي تميزهم حتى نستطيع ان نشخصهم في واقعنا الشيعي اليومي الحياتي ولذا فانني ساضع اصابعي على هذه المجموعات هذا من وجهه نظري لا افرض ذلك عليكم ما تقدم من بيانات انها احاديث الائمه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ما ساشخصه هذا هو تشخيصي الشخصي هذا هو فهمي لا افرضه على احد ولا اطلب من احد ان يصدقه انما اقول لكم دققوا النظر فيه قد توافقونني وقد تخالفونني هذا امر راجع اليكم ولا اعبأ اذا ما وافقتموني ولا اعبأ اذا ما خالفتموني انا لا شان لي بما ستحكم به عقولكم انما اطالبكم ان تحترموا عقولكم احترموا عقولكم المرجئون بالنسبه لي المرجئون هم المعممون اي معمم في الجو الشيعي هذا المعمم اكان من افراد اسرتك ام كان من جيرانك ام كنت تشاهده على شاشه التلفزيون ام كنت تتابعه على الشبكه العنكبوتيه ام انك تصلي خلفه جماعة أم هو الذي يقال له وكيل المرجع أم ذاك الذي يرتقي المنبر خطيبا حسينيا أم أولئك الذين تشاهدهم في أزقة النجف وكربلاء بالنسبة لي هؤلاء هم المرجئون قطعا الذين يتابعونهم ويكونون معهم في الصف نفسه هم مرجعون ايضا لكنني اطلق هذا العنوان المرجئون بحدود الموضوع الذي اتحدث عنه اطلق هذا العنوان عمليا في الواقع الشيعي على المعممين المعممون هم المرجئون الا اذا ثبت الدليل بخصوص هذا المعمم او ذاك المعمم من انه ليس مرجئيا لان المعممين هم اتباع مراجع النجف وكربلاء مراجع النجف وكربلاء من خلال دراستي لسيرتهم ومن خلال تتبعي لمؤلفاتهم ومن خلال تدقيقي وتحقيقي في اجوبتهم في فتاواهم في كل شؤونهم بالنسبه لمراجع النجف وكربلاء مرجئيون لا أقول بدرجة مئة بالمئة أقول بدرجة تريليون بالمئة هؤلاء مرجئيون حقيقيون وما جاء في الروايات من نهي عن أحاديث المرجئة وعن فكرهم وثقافتهم بالنسبة لي افهم تلك الاحاديث بخصوص هؤلاء بخصوص مراجع حوزه النجف وكربلاء انهم مرجئه الشيعه اصحاب العمائم هم ابناء هؤلاء هم تلامذه هؤلاء هم على دين هؤلاء فكل معمم هو مرجئي الا ان يكون قد اخرج نفسه من دائره الارجاء هذه من هنا اقول المرجئيون هذا العنوان ينطبق انطباقا حقيقيا كاملا على المعممين فكل معمم مرجئي هو الا ان يثبت بالادله من انه ليس كذلك اتباع المعممين اتباع المراجع هم مرجئيون ايضا هؤلاء اصحاب مسلك الارجاء انهم واقفه هذا الزمان وقفوا اتحدث عن مراجع حوزه النجف وكربلاء وقفوا في مرحله التنزيل واوقفوا الشيعة معه وقفوا عند حدود ضلالهم وقفوا عند حدود ثقافه العيون الكدره القذره هناك وقفوا واوقفوا الشيعة معه ولذا في اخر الامر سيقفون في وجه صاحب الامر لا اتحدث عن هذا الجيل فقط انني اتحدث عن كل الاجيال منذ سنه 448 للهجره حينما اسس الطوسي المرجئي البتري حوزة النجف المرجئية البترية فما أنتجت لنا إلا المراجع المرجئيين البتريين منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا وما بعد يومنا هذا فمسار الإرجاء والبترية مستمر كما يبدو لان القوم لا يريدون الرجوع عنه المرجئيون هم المعممون من الاخر اذا اردنا ان نسلط الضوء على الواقفه زمان امامنا الرضا صلوات الله عليه على مجموعه الكلاب الممطوره اذا اردنا ان نقف عند الكلاب الممطوره وهم كبار مراجع الشيعه زمان الامام الكاظم لكنهم صاروا كلابا ممطوره وقفوا في وجه امام زمانهم في وجه امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه اذا اردنا ان نلقي نظره على احوالهم هناك امور واضحه الامر الاول طلبهم للزعامه والرئاسه اتحدث عن مراجع الشيعه زمان الامام الكاظم طلبهم للزعامه والرئاسه مع سرقتهم ونهبهم لأموال إمامنا الكاظم هذه الصفه الاولى الواضحه فيهم الصفه الثانيه عدم موسوعيتهم وعدم اطلاعهم الواسع بأحاديث الأئمة وهذا يكشف عنه جهلهم بمعاني الأحاديث التي تحدثت عن إمامنا الكاظم ومن أنه قائم الأئمة إن شاء الله تعالى بهذا القيد وهذا مثال من الأمثلة سابعهم قائمهم ان شاء الله تعالى فهناك جهل واضح عندهم بالمعارف الحقيقيه من معارف العتره الطاهره من هنا فان امامنا الكاظم قال للبطائني يا علي انه علي البطائني يا علي انت واصحابك اشباه الحمير امامنا الجواد اعطانا قاعده تنطبق على هؤلاء وتنطبق على الواقفه عبر الازمان الى زماننا هذا القاعده التي اعطانا اياها امامنا الجواد الواقفه حمير الشيعه فلا تتبعوا لا تتبعوا الحمير الواقفة حمير الشيعة الصفة الثالثة من صفاتهم جهلهم بمعرفة إمام زمانهم لو كانوا عارفين بإمام زمانهم هل واجهوا وحاربوا وأنكروا إمامته لقد حاربوا امام زمانهم، حاربوا الامام الرضا صلوات الله عليه. هذه الصفه الثالثه. الصفه الرابعه اسسوا دينا جديدا. وفي ضوء تاسيسهم لذلك الدين اخذوا يشترون الذمم ذمم الشخصيات المهمه في الواقع الشيعي انذاك كي ينضموا الى دينهم الجديد الذي ابتدعوه اقرا عليكم ما جاء مذكورا في رجال الكشي من حقيقه حدثنا بها يونس ابن عبد الرحمن صفحه 493 من رجال الكشي من الطبعه التي اشرت اليها في الحلقات المتقدمه رقم الحديث 946 بسنده عن يونس ابن عبد الرحمن قال مات ابو الحسن امامنا الكاظم صلوات الله عليه قال مات أبو الحسن وليس من قوامه من قوامه من وكلائه إنهم مراجع الشيعة آنذاك أمثال البطائن والقند وغيرهما مات أبو الحسن مات إمامنا الكاظم صلوات الله عليه وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير، لماذا؟ لأن الإمام الكاظم كان مودعا في الحبوس. الإمام الرضا لا يتصدى للإمامة بحسب قانون إمام ناطق وإمام صامت، هذه سيرة الأئمة صلوات الله عليهم. مات أبو الحسن إمامنا الكاظم وليس من قوامه من وكلائه من مراجع الشيعة آنذاك أحد إلا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقوفهم هذا هو الذي جعلهم يقفون ذلك الموقف ويؤسسون دينا واقفيا بمستوى دين الكلاب الممطوره. اتحدث عن الكلاب البشريه الممطوره التي هي اسوأ من الحيوانات الكلاب. مات ابو الحسن مات امامنا الكاظم وليس من قوامه احد الا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته وكان عند زياد القندي انه زياد بن مروان القندي وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار إنها دنانير الذهب وهذه الأرقام ليست نهائية هذا الذي وصل إلى مسامع يونس ويونس لم يكن مطلعا على كل تفاصيله وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند علي بن أبي حمزة إنه البطائني هذا الذي كان مرافقا لأبي بصير كان تلميذا لأبي بصير وصار بعد ذلك مرجعا من مراجع الشيعة وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار قال فلما رأيت ذلك رأيت ادعاءهم الزعامة وسرقتهم لأموال الإمام الرضا وتأسيسهم لدين جديد فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق تبين علي الحق لا بد أن تعرفوا من أن يونس ابن عبد الرحمن الذي تقول عنه الروايات من أنه أعلم الأمة بعد سلمان الفارسي أعلم الأمة من الشيعة سلمان وبعد سلمان كما في رواياتنا يأتي يونس ابن عبد الرحمن لقد مال إلى دينهم في البداية يونس هذا مال الى دينه وأعرض عن الامام الرضا ولكنه كان في حاله شك وتراجع عن شكه والتحق بامامه ولذا تجدونه يقول فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق فإن الحق لم يكن واضحا لديه من البدايه اية فتنه هذه؟ اتعلمون لماذا؟ لان كل مراجع الشيعه كل علماء الشيعه وكل طلاب العلم الديني انذاك وقفوا في وجه الامام الرضا وانكروا امامه الامام الرضا واتبعوا البطائن والقندي باعتبار ان هؤلاء هم المراجع الكبار تبعوهم على دينهم وبقي هؤلاء على دين الواقفه الى ان ماتوا على دين الضلال هذا يونس ايضا اثر فيه هذا الجو مع انه من اعلم العلماء حتى اذا اردنا ان نقول من ان الروايات التي تحدثت عن اعلميته من بعد سلمان حتى لو قلنا من انها بدرجه نسبيه فمع ذلك ليس له من عذر ان يميل مع هؤلاء ولكن مال قلبه معهم فهذا هو الجو الشيعي العام والامام الرضا لم يكن ظاهرا في الساحه ايام الامام الكاظم ما هو الامر سيجري في شيعه العراق هكذا فالامام الحجه ليس ظاهرا في زمان الغيبه فحينما يعلن ظهوره ويقف مراجع النجف وكربلاء لحربه فإن شيعة العراق ستلتحق بمراجع النجف وكربلاء أتحدث عن زمان الظهور الشريف ما هي هذه الوقائع قد حدثت إذا كان يونس ابن عبد الرحمن قد مال قلبه إليهم فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق وعرفت من امر ابي الحسن الرضا تلاحظون هذه التعابير تشير الى انه مال اليهم في بدايه الامر فلما رايت ذلك وتبين علي الحق وعرفت من امر ابي الحسن الرضا ما علمت تكلمت ودعوت الناس اليه قال فبعث الي من البطائن والقندي فبعث الي وقال ما تدعو الى هذا؟ ما هذا الذي تقوم به؟ ان كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمن لي عشره الاف دينار وقال لي كف كف عن دعوه الناس الى الامام الرضا قال يونس فقلت لهما اما روينا عن الصادقين عن الائمه صلوات الله عليهم اما روينا عن الصادقين انهم قالوا اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه فان لم يفعل سلب نور الايمان وما كنت لادع الجهاد وأمر الله على كل حال فناصباني وأظهر لي العداوة الزمان هو الزمان والناس هم الناس والمراجع هم المراجع الواقفة هم الواقفة أنا أقرأ عليكم من رجال الكشي الكشي هذا كان معاصرا للكليني الكشي هذا من علمائنا القدماء أعيد قراءة ما قرأته عليكم بشكل سريع أتمنى أن تتدبروا في هذه الوقائع وهذه الحقائق يونس ابن عبد الرحمن هكذا يقول مات أبو الحسن مات إمامنا الكاظم وليس من قوامه من وكلائه من مراجع الشيعة آنذاك أحد إلا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند علي بن أبي حمزة الذي هو البطائني ثلاثون ألف دينار قال: فلما رأيت ذلك وتبين عليّ الحق وعرفت من امر ابي الحسن الرضا ما علمت تكلمت ودعوت الناس اليه، دعوت الشيعة اليه، قطعا هو لا يدعو العباسيين الى الامام الرضا. تكلمت ودعوت الشيعة اليه لان الشيعة قد اعرضت عن الامام الرضا. تكلمت ودعوت الناس اليه قال يونس فبعث الي القندي والبطائن وقال ما تدعو الى هذا؟ لماذا تدعو الى الامام الرضا؟ وحق الزهراء لقد قيل لي لقد قيل لي مثل هذا وحق الزهراء وليس اليوم سنة ألف وتسعمية وثلاثة وثمانين على ما أتذكر والله لقد قيل لي مثل هذا قيل لي اترك ما تقول ولك عندنا ما تريد، اعطوني اكثر من هذه الارقام التي تحدث عنها يونس بن عبد الرحمن الذي قال لي لا زال حيا وقد اخذت معي شاهدا لانني دعيت الى مأدبه الحكايه فيها تفصيل بعد ان مدحني ذلك القائل وقال لي ما قال وقال من اننا نحتاجك ونريدك ان تكون استاذنا مرجعنا في قادم الايام وان وان ولكن عليك أن تترك هذا الذي تقوله قال لي شيخنا بطل من هذا اللي تحكي أنا كنت عارف ماذا يقصد لكنني أردت أن يسمع هذا الشاهد الذي جلبته معي قلت له يا حكي هذا اللي أحكي مو انا احكي 24 ساعه فعلا انا كنت اتكلم ليلا ونهارا قلت له مو اني احكي 24 ساعه قال لي هذا الحكي اللي معروف عنك بس انت تحكي ما كان يجرؤ يقول لي يعني ان تترك حديثك عن اهل البيت وحق الزهراء هكذا قال لي ولم يكن الكلام من عنده كان مرسلا من المرجعيات من الزعامات من القيادات قال لي اترك هذا اللي تحكيه وش تريد يصير؟ قلت له شنو اللي احكي؟ هو يقول هذا الكلام واني ارجع مره اخرى اقول له شنو هذا اللي احكي؟ وأنا أحكي 24 ساعة وأحكي كل شيء قال لي لا لا أنت تعرف هذا هذا الحكي اللي بس أنت تحكي قلت له يعني كلامي عن مقامات الأئمة وعن الإمام الحجة قال إيه هو هذا هو هذا الحكي تركه وتعال تعال درس فقه وأصول وفلسفة ما انت استاذ في هذه العلوم، تعال درس في هذه الاختصاصات والابواب نفتحها لك على مصارعها، وشنو تريد يصير؟ هذه مره ومثلها مرات كثيره، انا ما دخلت في التفاصيل لانني لا اريد ان اذكر الاسماء ولا أريد أن أشير إلى الأشخاص لست بصدد الورود في هذه الموضوعات الآن وإلا فأنتم تعرفونني لا أوفر أحدا بالتعبير الشعب العراقي ما عندي لحية مسرحة أي واحد أجيبه وأمده فبعث إلي وقال ما تدعو إلى هذا لماذا تدعو إلى الإمام الرضا إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لي عشرة آلاف دينار وقال لي كف قال يونس فقلت لهما أما روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه فان لم يفعل سلب نور الايمان وما كنت لادع الجهاد وامر الله على كل حال فناصباني وأظهر لي العداوه الايام هي الايام والناس هم الناس والشيعه هم الشيعه ومراجع الشيعة هم هم نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله, صلوات الله وسلامه عليه, عليه. فاجريت اختلاف, اختلاف الشيعه, الشيعة فقال, فقال يا, محمد يا محمد ان الله تبارك وتعالى, وتعالى لم يزل, يزل متفردا, متفرداً بوحدانيته, بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمه, وفاطمة فمكثوا الف دار ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها اليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا الا ان يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانه التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها اليك يا محمد المرجئون مثل ما قلت لكم المعممون الا اذا قام الدليل في حاله معمم من المعممين من انه على خلاف ذلك والا فكل معمم هو من المرجئه من المرجئه انني احدثكم بحسب وجهه نظري بحسب معرفتي بثقافه العتره الطاهره وبحسب معرفتي بعقائد هؤلاء المعممين وبحسب تجربتي المرجئون هم المعممون الذي يلبس عمامه عباسيه ابليسيه على راسه اكانت سوداء ام كانت بيضاء هي عمائم النجف وكربلاء هذه هي العمائم العباسيه الابليسيه الذي يلبس هذه العمامه هذه علامه ارجائه هذا مرجئي مرجئي انتم خذوا هذه المواصفات وطبقوها على واقع المعممين سعيهم الدائم للزعامه سرقتهم لاموال الامام الرضا هؤلاء هم الواقفه طبقوا هذه الاوصاف يطلبون الزعامه والرئاسه يسرقون اموال الامام الرضا جهال بحقائق حديث اهل البيت لا يعرفون امام زمانهم حق المعرفه ولذلك حاربوه وانكروه اسسوا دينا جديدا وابتدعوه واخذوا يشترون الذمم يشترون الشخصيات هذا أليس هو الذي يجري في النجف وكربلاء منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا بإمكاني أن أستعرض لكم تأريخ هذه الحوزة وأن آتيكم بالوثائق والمعطيات من كتبهم التي تخبرنا عن نفس هذا الذي تحدث عنه يونس بن عبد الرحمن عن الخندي والبطائن والحكايه مستمره الى يومنا هذا اذا المجموعه المؤخره للمشروع المهدوي هم المعممون على الاطلاق على الاطلاق ابتداء من المراجع واولادهم واصهارهم وعوائلهم من اصحاب العمائم مرورا بوكلائهم وطلابهم والحوزويين عموما وانتهاء بخطباء المنبر الحسيني هؤلاء هم المرجئون والمؤخرون والمحاربون للمشروع المهدوي الاعظم قد لا يعلمون هذا لانهم يعتقدون باكاذيب المراجع وحتى المراجع فهم مقلدون يقلدون الذين سبقوهم وينقلون الاضاليل نفسها ويقدسون الذين علموهم هذه الاضاليل فهؤلاء اعداء المشروع المهدوي بقصد ومن دون قصد وانا هنا لا اريد ان احاسبهم فلست الذي يحاسب الناس الذي يحاسب الناس هو امام زماننا لا انا ولا غيري انما اشير الى ضلالهم أنا لا أعبأ بهم أذهبوا إلى الجنان أم ذهبوا إلى النيران. المشكلة ليس أنهم يذهبون إلى الجنان أو أنهم يذهبون إلى النيران. المشكلة في الضلال الذي ملأوا رؤوسنا به وملأوا رؤوس أجدادنا وآبائنا من الأجيال السابقة. وأولئك ماتوا. الكلام عن الجيل الحاضر وعن الاجيال القادمه. هؤلاء يعسكرون العساكر لنصره المشروع الابليسي في مواجهه المشروع المهدوي الاعظم. الخطر هنا فانا لا اتحدث عن الماضي الحديث عن الحاضر وعن المستقبل. مشكلتنا كبيره. وكبيرة جدا اذا المرجئون هم المعممون بالنسبة لي لا يخرج من هذا الوصف الا من ثبت الدليل بحقه من انه خارج من هذا الوصف هؤلاء المرجئون اما المستعجلون هلك المستعجلون هلكت المحاضير المستعجلون يمكنكم ان تتلمسوا وجودهم على الفضائيات وعلى الشبكه العنكبوتيه وعلى المنابر وفي المدارس الدينيه من اصحاب العمائم او من غيرهم من الذين يقال لهم الدكاتره ولا هم دكاتره ولا بطيخ ولكن يقال لفلان الدكتور الفلاني المتخصص في علوم القران مثلا او في القراءات مثلا او في التاريخ الاسلامي وامثال ذلك الدكتور الفلاني المتخصص في شؤون المرجعية هي المرجعية شئدة غير طاعة الحظ يعني هذا متخصص في شؤون طاعه الحظ يعني وطاعه الصبغ هؤلاء جهلهم واضح جهلهم بين خصوصا الذين يتحدثون عن امام زماننا هناك جهل واضح بالعربيه وادابها الذين يجهلون العربيه وادابها واسرارها كيف يستطيعون ان يفهموا النصوص بشكل صحيح الدليل على جهلهم هم لا يحسنون قراءه النصوص لو كانوا على علم بالعربيه وادابها لكانوا يحسنون قراءة النصوص، أنا لا أتحدث عن خطأ أو خطأين فأنا أقع في هذه الأخطاء أيضا. أنا أتحدث عن ظاهرة عامة في الأخطاء في كل ما يقرؤون من نصوص أو ما يبينون من المعاني اللغوية. او ما يشرحون من الاستعارات والكنايات الادبيه جهال لا يفقهون في معاني النصوص والسبب يعود الى جهلهم بالعربيه وادابها وفصاحتها واسرارها فكيف يستطيعون ان يتواصلوا مع فصاحه القران وفصاحه أحاديث العترة وبلاغة المصدرين أتحدث عن بلاغة القرآن وبلاغة حديثهم صلوات الله عليه إذا كانوا لا يفقهون شيئا من العربية وآدابها وأسرار فصاحتها وبلاغتها أحدهم يفتح المصحف بين يديه ولا يحسن قراءة جملة واحدة، لا اتحدث عن آية. أتحدث عن جملة في آية. أنا لا أتحدث عن شخص بعينه، أتحدث عن ظاهرة عامة. ربما البعض منكم يعرف شخصا معينا بهذه المواصفات فيتصور أنني أقصده فقط. أنا لا أقصد شخصا أنا أقصد ظاهرة عامة موجودة على الفضائيات وعلى الشبكة العنكبوتية وعلى المنابر الحسينية وفي المدارس الدينية وفي المحافل العامة هناك ظاهرة واضحة عند المعممين عموما وعند غير المعممين ممن يقحمون أنفسهم في الشأن الديني ظاهره واضحه هناك جهل بالعربيه وادابها واسرار فصاحتها وبلاغتها الدليل على ذلك لا يحسنون قراءه النصوص من الكتب امامهم لا يحسنون قراءه الايات من المصاحف بين ايديهم لا يحسنون قراءه الكلام الذي نقلوه في اوراق يقرؤون منها أو ربما صوروها من كتاب من الكتب لا يحسنون قراءة النصوص ولا يحسنون إعرابها ولا يعرفون إعرابها ولا يعرفون معانيها هؤلاء جهال بتمام معنى الكلمة هؤلاء يضحكون عليكم وأنتم تصدقون كلامهم وهؤلاء يعانون جهلا واضحا في معاني القرآن المفسر بتفسير العترة الطاهرة، الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، ما هم مراجعهم جهال في هذا الشأن أيضا. كبار مراجع النجف وكربلاء يجهلون بالمطلق تفسير القران وفقا لمنهج علي وال علي اذا كان عند بعضهم من علم في القران فانهم يعرفون تفسير النواصب او تفسير مراجع الشيعه ممن فسروا القران ايضا وفقا لمنهج النواصب وفقا للمنهج العمري وكتب التفسير موجوده في المكتبات انا لا اتحدث في زاويه مظلمه ولا اتحدث همسا انني اتحدث بكل صوتي عبر الاقمار الصناعيه هذه حقائق وقد اثبتها بمئات ومئات من الادله والوثائق وقد تحدثت عنها في مئات ومئات ومئات من الساعات وهي موجوده بين ايديكم على الشبكه العنكبوتيه قناه القمر تواصل بثها ليل نهار الحجج قائمه عليكم ماذا انتم فاعلون؟ جهل بالعربيه وادابها جهل بالقران وتفسيره جهل بمضامين الادعيه والزيارات ومن دون المعرفه بكل هذه الحقائق لا يستطيع متحدث ان يسبر اغوار الروايات والاحاديث حتى التي تتحدث في احكام الصلاه وفي احكام الصيام هؤلاء الاغبياء من مراجع حوزة النجف وكربلاء يتصورون ان بامكانهم ان يدركوا مضامين الروايات التي تتحدث عن احكام الطهارة والصلاة والصيام ان يدركوا مضامينها اذا ما اخذوها ودرسوها بعيدا عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم وعن احاديثهم المفهمه بحسب قواعد تفهيمهم وعن ادعيتهم وزياراتهم هؤلاء اغبياء المنظومه واحده والاسلوب واحد على اي حال انا لا اريد ان اخوض في هذه الجهات فهذه جهات يحتاج الحديث فيها الى وقت طويل جهل بالعربيه جهل بتفسير القران بحسب تفسير العتره الطاهره جهل باسرار الادعيه والزيارات جهل بالتاريخ وفقا لقراءه العتره القراءه الشائعة في حوزة النجف وكربلاء للتاريخ هي القراءة الطبرية، قراءة أهل البيت للتاريخ تختلف عن القراءة الطبرية. التاريخ المعروض في الفضائيات هو تاريخ الطبري، حتى الأفلام السينمائية الشيعية والمسلسلات التلفزيونيه الشيعيه ماخوذه من الطبري انها قراءه طبريه للتاريخ وهي قراءه ناصبيه صرفه قراءه اهل البيت شيء اخر هؤلاء الذين يحدثونكم جهال بالعربيه جهال بقران اهل البيت جهال بثقافه اهل البيت جهال بقراءة اهل البيت للتاريخ فضلا عن جهلهم بالثقافه المعاصره جهال هؤلاء هؤلاء هم المستعجلون هذا جزء من الاستعجال مثل ما يقولون من ان فلانا يتزبب قبل ان يتحصرم أي أنه يكون زبيبا قبل أن يكون حصرما يقال له لقد تزببت قبل أن تتحصرم أصبحت زبيبا قبل أن تصبح حصرما وهذا خلاف المنهج الصحيح فهؤلاء مستعجلون يريدون أن يبينوا أنفسهم من أنهم على معرفة بالشؤون المهدويه يضحكون على الشيعه يضحكون على انفسهم وهم يعلمون فيما بينهم وبين انفسهم من انهم ليسوا متاكدين من هذا الكلام الذي يرددونه ويقولونه هذه مشكله الجهل ومشكله الشيعه يبحثون عن كل حمار جاهل لا يبحثون عن كل عالم حكيم يبحثون عن كل حمار جاهل لماذا؟ لان المرجعيه الشيعيه منذ سنه 448 علمتهم ان ياخذوا دينهم من الحمير اتحفوهم اتحفوهم اتحفوهم, أتحفوهم بالوثيقة الديخية ما أريد أجيب الأسماء واحد قال لي أدى على شنو مستعجل على شنو مستعجل قلت له أخر بابا ما توصل النوبة قال توصل واطمئن تركبهم يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عبارة واحد من الأعلام قبل خمس سنوات مش جاه قلنا تركب يعني خلاق أمين شيني ما تعرفون خلاق أمين شيني تقوله كيا حركة بدن فقش بيخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم كلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عارفه قال تركب مثل ما تركب نازيف بيخ مشهور لا مو اجمالي هذا الواقع واقع واقع الشيعه لا في الواقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه صار واضحا لدينا من هم المرجئيون ومن هم المستعجلون ولو بالإجمال بحدود فهمي انا لا افرض عليكم شيئا احترموا عقولكم تدبروا فيما يطرح في هذه الحلقه قد توافقونني قد تخالفونني هذا امر راجع اليكم وتلك هي مشكلتكم الذي علي ان اضع اصابعي على مواطن البيان كي أعطيكم صورة واضحة حدثتكم عن المرجئيين وقلت من أنهم المعممون وحدثتكم عن المستعجلين وقلت نماذجهم كثيرة المدعون الموقتون وهؤلاء الذين يخرجون على الشاشات وعلى الشبكة العنكبوتية وعلى المنابر وفي المحافل الدينية يهرفون بما لا يعرفون وانتم تصفقون لهم هنيئا لكم هنيئا لكم بهذا العلم الضراطي الذي تأخذونه منهم تستاهلون بقي عندنا المعجلون وهم المسلمون هؤلاء من هم؟ لا اعرف احدا بهذه الصفه لكنني سأحدثكم عنهم نظريا المعجلون وهم المسلمون هم الفاطميون هم الزهرائيون هؤلاء هم بهذه الصفه لا اعرف احدا اتحدث عن نفسي وعن غيري لا اعرف احدا بهذه الصفه وانما ساحدثكم عن هذه المجموعه نظريا المعجلون هم الفاطميون هم الزهرائيون لماذا لان المعجلين هم الذين يسلمون لامر امام زمانهم وهم يجدون امام زمانهم قد اتخذ من الزهراء اسوه له ومن هنا فهم يرتبطون بالزهراء التي هي اسوه امامهم يحاولون ان يرتبطوا بالصديقه الكبرى كي يعيشوا الحاله الفاطميه والحاله الزهرائيه، هؤلاء هم الفاطميون وهم الزهرائيون المعجلون المسلمون الذين سلموا لامر امام زمانهم وهم يجدون امام زمانهم يتخذ من الزهراء اسوه له هو الذي يصرح في الرساله التي بعث بها الى الشيعه يتحدث فيها عن امامته اقرا عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الانوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 178 الحديث التاسع وقد نقله عن كتاب الاحتجاج للطبرسي في صفحة 180 من الرسالة نفسها إمام زماننا وهو يتحدث عن الذين أنكروا إمامته فيقول: وفي ابنه رسول الله صلى الله عليه واله لي اسوه حسنه وفي ابنه رسول الله صلى الله عليه واله لي اسوه حسنه اسوه حسنه فيما يرتبط بانكار امامته مثلما انكرت الشيعه امامه الزهراء فان الهاشميين انكروا امامه صاحب الامر اتحدث عن جعفر الكذاب وعن ابنائه الذين انكروا امامه الحجه بن الحسن الرساله في هذا الشان في هذا الخصوص على اي حال لا اريد ان اطيل الوقوف عند هذه النقطه الامام يقول وفي ابنه رسول الله صلى الله عليه واله لي اسوه حسنه المعجلون المسلمون لامام زمانهم يجدون ان امام زمانهم اتخذ من الزهراء اسوة له هي امامه وهي حجة عليه ولذا فانه اتخذ منها اسوة له فهم توجهوا الى الزهراء تسليما لامر امام زمانهم توجهوا الى الزهراء كي يعيشوا الحالة الزهرائية كي يعيشوا الحالة الفاطمية من هنا قلت لكم من أن المعجلين هم المسلمون وهم الفاطميون هم الزهرائيون فاطمة هي ميزان الحقيقة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فاطمة ميزان الله في الرضا والغضب. يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، هي ميزان الله. وهي ميزان رسول الله. قطعا حينما تكون فاطمة ميزان الله ستكون ميزان رسول الله. اقرا عليكم من الجزء الثاني من عوالم العلوم مع مستدركاتها انها طبعه مؤسسه الامام المهدي قم المقدسه الحديث الحادي عشر يبدا في صفحه خمسميه واثنين وخمسين أقرأ عليكم مما جاء في في صفحة خمسمية وأربعة وخمسين رسول الله يقول لأمير المؤمنين متى في اللحظات الأخيرة من حياته من حياة رسول الله واعلم يا علي أني راض عمن عن رضيت عنه ابنتي فاطمة وكذلك ربي كذلك ربي يرضى عن الذي ترضى عنه فاطمه وكذلك ربي والملائكه واعلم يا علي اني راض عمن عن رضيت عنه ابنتي فاطمه وكذلك ربي والملائكه ثم يخاطبها الحديث فيه تفصيل يتحدث معها الى ان يقول لها الى ان يقول رسول الله صلى الله عليه واله في اللحظات الاخيره من حياته انه يقول لفاطمه ثم والله يا فاطمه لا ارضى حتى ترضي ثم لا ارضى حتى ترضي الويل لنا الويل لنا الويل لنا اذا لم تكن فاطمه راضيه عنا الويل لنا او على الاقل لم تكن معامله لنا بعفوها فلطالما يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض، وهذا هو حالنا. اني طامع في عفوها ولست طامعا في رضاها. واقول لها سيدتي لطالما لطالما يعفو السيد عن عبده لكرمه وهو عنه غير راض للؤمه. هو غير راض عن عبده للؤمه للؤم ذلك العبد ولكنه يعفو عنه لكرمه لكرم المولى حتى وان كان غير راض عنه هذه كلمات خطيره من رسول الله واعلم يا علي اني راض عمن عن رضيت عنه ابنتي فاطمه وكذلك ربي والملائكه الى ان يقول لفاطمه ثم والله يا فاطمه لا ارضى حتى ترضي ثم لا ارضى حتى ترضي يا زهراء يا زهراء فاطمه هي هي التي يحدثنا عنها امامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه حين يقول نحن يتحدث عن الائمه من ولد فاطمه من الحسن المجتبى الى القائم يقول نحن نحن ولد فاطمه من المجتبى الى القائم نحن نحن حجج الله على الخلق وفاطمه امنا امهم من المجتبى الى القائم وفاطمه امنا حجه علينا يا امام الائمه من ولدك الائمه المعصومين ويا حجة الحجج من ولدك الحجج الكاملين الصادقين يا ايتها القيمة على الدين يا زهراء اغيثينا 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 وسددينا ان نكون من المعجلين ومن الموفقين لخدمة مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. خلصينا خلصينا من هؤلاء المرجئة ومن هؤلاء المستعجلة. خلصينا من شرورهم. ادفعي عنا شرورهم. شرور المرجئين وشرور المستعجلين. اكتبي اسماءنا في المعجلين للمشروع المهدوي القائم فانت انت انت القيمه على الدين واهله. انت التي اتخذك صاحب الامر امامنا اتخذك اسوه له. وفي ابنه رسول الله صلى الله عليه واله لي اسوه حسنه. يا صاحب الزمان الامان الامان الامان. اسالك امان الدين وامان الموت وامان الاخره اسالك امان العقل وامان القلب واسالك امان الدنيا اسالك امانا في هذه الدنيا كي تكون وسيله لخدمتك يا ابن رسول الله وفي ابنه رسول الله صلى الله عليه واله لي اسوه حسنه ماذا نقرأ في زيارتها الشريفه؟ نخاطبها هكذا وزعمنا أن لك أولياء يا بنت رسول الله وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما اتانا به ابوك صلى الله عليه واله واتى به وصيه فانا نسالك ان كنا صدقناك الا الحقتنا بتصديقنا لهما تصديقنا لمحمد وعلي تصديقنا لقائم ال محمد لا قيمه له من دون امضاء فاطمه من دون تصديق فاطمه لازلتم تشكون في إمامتها سخم الله وجوهكم ماذا أقول لكم هذه فعال مراجع حوزة النجف وكربلاء بكم فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لماذا يا زهراء لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك الطهارة لم تأتي من تصديقنا لمحمد وعلي ما هكذا نقرأ في زيارتها وهذا المضمون تكرر في بقيه نصوص زياراتها الاخرى. لنبشر انفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك الطهاره لن تأتي من تصديقنا لمحمد وعلي وانما جاءت بعد ان صدقت فاطمه تصديقنا لمحمد وعلي وادخلتنا في حومه ودائره ولايتها جاءنا التطهير فانا نسالك ان كنا صدقناك الا الحقتنا بتصديقنا لهما في البدايه ان نصدقها من هنا أفتتح البرامج والأحاديث وأفتتح صلاتي وكل عمل في حياتي أفتتح كل ذلك بتوجهي إلى الزهراء يا زهراء هذه المضامين مأخوذة من رواياته من أحاديثه لا من قذارات حوزة النجاة هذه حوزة قذرة طهروا عقولكم وقلوبكم من قذاراتها وتمسكوا بثقافة العثرة الطاهرة فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء وقت الحلقه انتهى وهناك الكثير من المطالب هناك الكثير والكثير من المطالب ماذا اصنع لهذا الوقت نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله